فوق طريق لمتى لمتى أسعد بوصلك متى نطفي الشوق ممتعة جدا بالذات اليوم اللي ما شاء الله تبارك الله زي ما شايف الضباب الجو ما شاء الله تبارك الله وجود اكيد بوجود الشباب الطيبين دول الله على راس الرجال هذا طلع من المستشفى وطلعنا نمشي الحمد لله على سلامته والحمد لله على سلامته مرارة لا لا مرارة مرارة يا شيخ مين الطباخ فيكم؟ الطباخ ابو سعود هو الشيف يعني انا وان شاء الله تتعشى من يدي عشاء والله ما تاكل في مطاعم جدا الله والله صراحه والله هذه شهادة لا ما تكلم والله ما هي مكلفه الصراحه ما يكلف غير كيلو اللحمه الحمد لله الطائف عندنا هنا واجهة سياحية كبيرة والسوق هذا ما شاء الله يعني يمثل المملكة العربية السعودية من ما شاء الله واجد عالم ناس الحمد لله رب العالمين والله السوق هذا حلقة الفواكه بالهدى خلف التفتيش معروف ما في أحد يجهل على مستوى الخليج معروف الله يحييه